السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم غادي نحضر معكم كورن فليكس اللي بالشوكولاته اللي كيجي رائع جدا بمكونات صحيه ما غتخطرش لكم على البال ديالكم. كيجي ذوقا وشكلا كيجي رائع جدا، صحي للاطفال ديالكم، يفطروا به هكا في الصباح وكيعطيهم النشاط والحيويه في نفس الوقت، كياخذوا دوك الفوائد اللي باش حنايا محضرينه. بقاو معايا لنهايه الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فالمكونات غادي نحتاجو كأس ديال الكوك أو جوز الهند المبشور، غادي نحتاجو كمية ديال الشوفان على حسب الخليط، لي بيبي شوكولا كيبقاو اختياريين أو تقدرو تقطعو الشوكولاتة. هنايا عندنا الكاكاو، واحد الساشي ديال الكاكاو، وجوج ديال الموزات اللي يكونوا بالحجم الكبير، وملعقة ممتلئة جيدا من العسل، يمكن تعويضها بالسكر. في وعاء كناخدو الموز ديالنا بعد ما قشرناه وكنقطعوه الى انصاف، ومن بعد كنحاولو هكا نمعكوه بواحد الفورشيت او بهاد الاله هادي. بعد ما كيرجع لينا على شكل بوماط فكنزيدو ليه هذيك الملعقه ممتلئه من العسل، وكنضيفو ليه هذاك الكاس ديال جوز الهند المبشور، وكنحركو المكونات جيدا حتى كتنسجم لينا دوك المكونات مع بعض. ومن بعد غادي نضيفو ليهم كيس ديال الكاكاو لتعزيز الذوق ويجيب ذوق الشوكولاته. ومن بعد غادي نبداو نضيفو هذاك الشوفان بالتدريج. فبالنسبه ليا انا الشوفان حاولت نطحنو فقط قليلا باش الاوراق ديالو ما يبقاوش هكا كبار. ومن بعد غادي نبقى نضيف على حسب الخليط، نتوما عينكم ميزانكم، حتى تشكل لكم واحد العجين ما تكونش في نفس الوقت قاصحه بزاف وما تكونش عاوتاني لينه، يعني فقط تحسوا بها كتشكل في اليد ديالكم، كتوقفوا عن زياده الشوفان. اخر حاجه غنزيدوا لي بيبي شوكولا، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال لي بيبي شوكولا. من بعد غناخذوا واحد الانيه ديال الفرن، غادي نفرشوا عليها ورق المطبخ او هذا السيلبات، ومن بعد غادي نبداو نشكلوا العجين ديالنا على شكل كويرات. الكويرات يكونوا تقريبا متساويه الحجم، يمكن تصغروهم او تكبروهم، كل واحد كيبقى على حسب الذوق ديالو. هنا بعد ما شكلت الدفعه الاولى ديال الكورن فليكس ديالي، فكنكون انا ديجا مسخنه الفرن، كندخلهم النار فقط كتكون من الاسفل ومن الاعلى، وكنبقى مره نقلب فيهم لمده 15 دقيقه باش يتحمروا ليا من كاع الجوانب. وفاش كنحسوا بهم راه تقرمشوا، يعني شدوا فراسهم مزيان، كنخرجوهم حيت مازال فاش كتخرجوهم كيزيدوا كيقصحوا معاك. انا نكمل من بعد التشكيل ديال العجين ديالي لانه كيخرج ما شاء الله واحد الكميه، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. يكون هذا هو الشكل ديالهم، ما شاء الله كيفاش كيجيو، كيجيو مقرمشين، كيجيو رائعين. شوفوا كيفاش تحمروا. مفيد لمواني الاطفال ديالكم الا فطروا بهم، يعني عوض الكونفليكس وداكشي، مره نحضروا لهم بحال هاد الاشياء هادو اللي هما صحيين. كما كتعرفوا الشوفان فيه مجموعه من الفوائد، كما قلت لكم درت لكم مجموعه من الوصفات في القناه بالشوفان، غير تبعوا من الوليدات ديالكم ان شاء الله. راه كيبقاو مقرمشين، كتحتفظوا بهم في واحد القنينه هكا اللي تكون زجاجيه، وكتبقاو تفطروا بهم كل صباح. راه ما كيجيوش حلوين بزاف، يعني كيجيو الحلاوه ديالهم مقبوله لانهم راه كيكونوا صحيين، اللي بغى يزيد الحلاوه يزيدها. انا بالنسبه ليا صافي غير ملعقه كبيره من العسل كافيه. وغادي ندير معكم هاد الكويرات هادو، نديروهم في الحليب باش نذوق معكم ونشوفوا المذاق كيفاش داير.
كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكومبلكس ديالنا اللي كما لاحظتوا درناه من مكونات بسيطه كيجي اكثر من رائع. اعطيوه للوليدات ديالكم ان شاء الله باش يعطيهم طاقه والحيويه. لو بغيتوا تزيدوا لهم قليل من السكر كيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل ناكلو هكا باش كيبقى صحي اكثر، ما كنضيفش ليه السكريات. وبهكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بقاو معايا في فيديوهات جديدة إن شاء الله خالية من الجلوتين. لا تنسوا نصيحتنا في حميتنا. إلى اللقاء.